Bonjour à tous et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Alors comme vous voyez aujourd'hui, on a une journée ensoleillée et ça fait vraiment plaisir. Alors restez avec nous, on a deux recettes à vous présenter. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير رمضان كريم مرة أخرى كنتمنى عاوتاني كذلك الوصفات اللي درنا البارح واللي درنا والبارح تكون عجبتكم ونالت الرضا ديالكم. اليوم عندنا جوج الوصفات ساهلين ماهلين، بقاو معنا إلى آخر الفيديو. بسم الله. Pour commencer, غادي نعملو لي كيك مالحين كيجيو مزيونين في هاد الديكور هذا. سا شونج كيجي شي حاجة مودرن والمذاق ديالو ما نقولكمش كي كيجي رائع جدا. وعاد لا غوسيت سهله، نتوما عادي تشوفوا. دونك عملت 3 د البيضات هنايا 3 زو، عادي نعمل فيه واحد كوتشاره صغيره ديال ملحه. الكوتشاره هي معلقه، سمحوا لي، معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره ديال الابزار. علاش كنعمل شويه؟ حيت ديجا غادي نعمر لي كيك بالتون، دوك التون ديجا مالح. الو شنو كنحتاجو في هاد الوصفة اليوم؟ غادي نحتاجو تون، تون، الزيتون، الزيتون، والبصلة اللي عملتها ديجا تشحر. البصلة ديجا قطعناها شحراتها شوية، وإليكم الطريقة. فوالا، دونك جي مي 3 زو بوغ لا غوسيت، أن بو دو سيل، أن بو دو بوافغ، دو تون أون بواط، أن بو دوليف فيرت كوبي. Et un petit oignon rissolé à l'avance. D'accord. Donc, on va mettre un petit peu de hada. غادي نزيد فوق منه هاد الشيء هذا اللي قلت لكم الخليط. غادي نزيد فوق منه كاس ديال الزيت، كاس، شبروا العبار ديالكم ديال الكاس، وكاس ديال الحليب. خلطوا داكشي مزيان. وهنايا عندي 160 غرام ديال الطحين، دونك 160 غرام دو فارين. اي جي اوسي ان جي اوسي مي ان فير دو لي اي ان فير دويل. ويل دو طاب. دونك اون فا يالي. ديك الساعات كتحركو حتى كتولي العجينه كتشمع. سوي اون فورم بات دو كيك ياك. وي هادي كيك صالي هادي. وي سي كيك صالي كيجي فريمون ديليسيو. ها العجينة ديالنا وجدت، دابا غادي نعمروها في لي مول ديال السيليكون. حق لي ما عندوش هاد لي مول هادو يقدرو يعملوهم في أي مول، وخا تعملوها غير في لاطا كبيرة، وبعد تقطعو عادي يجي بحال الكيك. ديك الساعة تقطعو كيما بغيتو. فوالا، دابا أنا ما نعملش الزيت في هادو حيت ديال السيليكون، ما نعمل لا زبده لا والو. وعاد نبدا نعمر. ها لي كيك ديالنا واجدين دابا باش يدخلوا الفران. مي عادي يخرجوا تيقوني راه عادي يشهيوكم. دابا عادي ندخلوا من الفران 180 درجه 20 حتى 25 دقيقه على حسب الفران ديالكم. دونك او فور 180 دغري اي دو 20 ا 25 مينوت اكزاكتومون. الي ا توت سويت. سلام، انا جيت معكم مره اخرى كما وعدتكم، يعني كل يومين ان شاء الله وصفه ديال العصير. العصير ديالي اليوم فهو غني بالفيتامينات ومغذي طاقي جدا، والله الا شربتوه بالصحه تبقاو النهار كامل ان شاء الله ما تحسوش بالعيا. ولا وفي الايام ديال اللي ما كايناش رمضان تقدروا تفطروا به، فهو يخليكم ان شاء الله دائما في نشاط. بون، احتاجوا الواحد جوج بنانات، كاس كبير ديال الحليب ميسلي، وواحد الكاس ديال دانون طبيعي يوغورت. ميسلي هو ميسلي هذا اللي اخترته اليوم، فهو فيه الزرع، الزبيب، المهم في سيريال والسلام.
ولينواتا هما الداخل، وبالإضافة إلى عسل طبيعي حر واحد معلقة منه. إليكم طريقة التحضير، أجوا معايا. فوالا اليوم أنا نستعمل مسيو كويزين باش نطحن العصير هذا. اللي ما عندوش مسيو كويزين يقدر يستعمل الخلاط الكهربائي إلى هذه. بالنسبة للدقائق أنا اخترت جوج دقائق ولا فيتيس 10، هذا بالنسبة للناس اللي عندهم مسيو كويزين. داكور الان كنحط البنان بهذه الطريقة، هذه تقدروا تقطعوا على جوج، تقدروا تحطوا اونتي. كنزيد الحليب ديالي، كنزيد ميسلي، كنزيد دانون طبيعي يوغورت. Pour la recette du smoothie, c'est un verre de muesli, un grand verre de lait, un verre de yaourt nature et une cuillère à soupe de miel pur. Pur, d'accord. التقنية أخي ولا أختي اللي كتشتغل، والله إلا درتو شربتو هاد العصير هذا تبقى النهار كامل في جدية ونشاط. فوالا ها العصير ديالنا وجد، بسم الله بسم الله. هانتوما شتو كيولا. بالنسبه للي كيفضل انه يكون يعني ثقيل شويه يقدر ينقص من لا فيتيس وينقص شويه ديال الوقت، ولكن انا بما انني استعملت النوا والقرقع شويه فكاسو يعني كسو داكشي كامل يتهرس مزيان، داكشي عطيتو لا فيتيس 10 السرعه ديال 10. داكور بقاو معنا. هالملح ديالنا دابا وجد، شوفوا كيفاش كيجيو راطبين ومزيونين محمرين. هادو دابا غادي نعمل فيهم جبن بياض، غادي نحطو في لابوشادوي. جبن بياض عادي الشكل ديال فيلادلفيا، ولا بغيتو الجبن بياض اللي كيكون فيه ربيع والتمر حتى هو كيجي مزيون. شوفوا كيفاش غادي نعمرو. هايدا بغيتو نتوما تزيدو واحد الزيتونه من الفوق اللي بغيتو. Voilà, pour la décoration, je vais juste rajouter une petite touche de fromage blanc, style Philadelphia. Et vous pouvez vous faire un petit peu de thon ou de zeytoun qui m'a fait. Vous pouvez vous faire un petit peu de thon. Vous pouvez vous faire un petit peu de thon. Voilà, on est salé. Je suis au Diana Wajdin. سلم على الجمهور ديالك، وكنتمنى تكون عجبتكم هاد لا فيديو وهاد لي غوسيت يكونوا عجبوكم بزاف. بيرسونيلمون الشهيوات هادو راه كيجيو واعرين في الماكله، سورتو فهاد الشهر ديال رمضان. وكنقول لكم شكرا بزاف على لي كومونتير ديالكم، كتشجعوني بزاف باش نكمل معكم هاد الشهر ديال رمضان. ومره اخرى ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم. فوالا العصير ديالي ها هو وجد، كما كتشوفوا رائع والله العظيم، مغذي جدا، مغذي وزما غني بالفيتامينات، ويكون طاقي، مشروب طاقي طبيعي. هذا العصير مع البغونيز اللي عدلنا البارح غادي يجي واعر. فوالا بالنسبه للناس اللي كيشوفونا اول نوبه، ما تنساوش تابوناو في لاشين لو موند دو لولو، عالم لولو بالعربيه، لو موند دو لولو اون فرونسي. كنتمنى لكم افطار شهي، بصحة فطوركم، والى اللقاء الى غد ان شاء الله.